السلام عليكم. هنعمل ان شاء الله دلوقتي الهوم ورك بتاع سيزون 12. هذا اول سؤال بيقول لي عندنا احسب الماجنتيك فلكس اللي على اكس سولينويد، طول السولينويد 50 سنتيمتر، عدد التيرنز بتاعته 4000 تيرن، لما يمشي فيه كارنت 2 امبير، البي عند الاكس بتاعه يبقى كام؟ تعويض مباشر، البي ايكوال ميو ان اي على ال، الميو في الهواء 4 باي تايم 10 وينج 7، الان مديهولنا 4000 والكرنت مديهولنا 2 امبير على اللينس 50 سنتيمتر، يبقى 50 تايم 10 وينج 2 يطلع دي 0.02 تسلا. دي كده الاولانيه. الثانيه سولونويد اللينس بتاعه 20 سنتيمتر والنمبر اوف سير 200 تيرن، ماشي في كارنت 25 امبير، عايز نحسب له البي، عايز نحسب له البي. لو الميديوم كان اير في الاول، لو الميديوم كان اير، لما يبقى الميديوم اير تبقى ميو 4 باي تايم 10 ويبر على امبير متر، البي ميو ان اي على ال، اعوض ابقى جبت البي. راح جاي بعد كده قايل لي لو كان الميديوم مش اير، لو كان الميديوم ايرن كور، البريمابيلتي بتاعته 2 تايم 10 وهنيجي 3 تسلا متر على الامبير، يبقى كل اللي هعمله ان انا هعوض بالميو جديده، فهي 2 تايم 10 بقى نيجاتيف 3، والان 200 واللينس 0.5 متر واللينس 20 سنتيمتر في 10 وهنيجي 2، يبقى جبت البي في الحاله الثانيه. جبت البي في الحاله الثانيه لما حطينا ايرن كور جوه التيرنس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا سولونويد الدنس بتاعه 0.5 متر، عدد التيرنز 1000، اشراس الدنس عند الاكس بتاعه كانت 0.04 تسلا، بيقول لي يبقى الكارنت انتكس بكام؟ البي ايكوال ميو ان اي على ال سولونويد، البي 0.04، البنابيتس في الهواء 4 باي تايم 10 7، الان ب 1000، الكارنت مجهول واللينس 0.5 متر، كروس مالتيبليكيشن احسب الكارنت يطلع 15.9 امبير. اللي بعده بيقول لي احسب النمبر اوف تيرن، بيقول لي هات النمبر اوف تيرن باليونت لينز، عايز النمبر اوف تيرن باليونت لينز، عايز ان على ال بكام؟ عم بيقول لي هات النمبر اوف تيرن بير يونت لينز، النمبر اوف تيرن بير يونت لينز، يبقى عايزني اجيب له ان على ال بكام؟ ان على ال بكام؟ وقايل لي هو ان الاي كان 100 على باي والبي عند الاكس 0.05 تسلا. ده اول طلب، سيبنا من السطر اللي بعد. ده اول طلب، البي ايكوال ميو ان اي على ال، البي 0.05، الميو في الهواء 4 باي في 10 7، الكرنت 100 على باي، وعايزني اجيب له ان على ال، عايزني اجيب له ان ديفايدد ال، ان ديفايدد ال، ان ديفايدد ال، يبقى هودي هودي ال 4 باي في 10 7 تايم 100 على باي الناحيه الثانيه وسالبهم، يطلع في النهايه ان على ال 1250 تيرن بير متر، اليونت تيرن بير متر، نمبر اوف تيرن بير يونت لينز، يبقى اليونت هنا تيرن على متر. الطلب الثاني قال لي طب لو كان ال ب 0.6 متر يبقى ال بكام؟ لو ال ب 0.6 متر تبقى ال بكام؟ خلاص انا جبت ان على ال 1250، اعوض عن ال ال ب 0.6 واحسب له ال ال، اعوض عن ال ال ب 0.6 هنا اهو واحسب له ال ال بكام. اللي بعده بيقول لي عندنا سولونويد الطول بتاعه 0.22 متر، على التيرنز بتاعته 300 تيرن، الفرسنتي عند الاكس بتاعه 1.2 تايم 10 تسلا، عايز الكرنت بكام؟ عايز الكرنت بكام؟ بعد كده بيقول لي اذا كانت الاريا بتاعته 25 تايم 10 ونيجي 4، عايز الفلوكس لاينز بكام؟ الفلوكس لاينز بكام؟ عايز باي ام. في الاول خالص تعود مباشر، البي ميو ان اي على ال سولينويد، البي مديهولنا 1.2 تايم 10 ونيجي 3، الميو 4 باي في 10 ونيجي 7، ال ان 3000 الاي عايزينه، ال سولينويد 0.22،
فاحسب هنا الاي تطلع 0.7 امبير، حسبنا الاي طلعت 0.7 امبير. الطلب اللي بعده عايز الفلوكس لاين، الفلوكس لاين بكام؟ الفلوكس لاين البي في الاريا، البي في الاريا، البي في الاريا، البي 1.2 تايمز 10.3، والاريا هو مدهلنا 25 تايمز 10.4، 25 تايمز 10.4 يطلع الفلوكس لاين 3 تايمز 10.6 ويبر، 3 تايمز 10.6 ويبر. كان عايز ال 5 5 بي في الاريا. اللي بعده سولونويد، ضغطناه في بقى شركة اللوب، سولونويد ضغطناه قربنا التنس بتاعت مداف بقى سكه اللوب. بيانات السولونويد، لينس السولونويد 10 سم، عدد التنس 4000، الفلاش انت عند الاكس بتاعه 14 تايم 25 تسلا. عايز نحسب له الاي دي كام؟ عايز نحسب له الاي دي كام؟ هقول له البي ايكوال ميو ان اي على ال، البي 14 تايم 25، الميو 4 باي في 10.7، ال ان 4000. عايزين الاي واللينس بتاع السولونويد في 10.2. كروس مالتيبليكيشن جبنا الاي طلعت 2.786 تايمز 10.3 امبير. السلويد ده حولناه لسيركل لوب بيمر فيه نفس الكرنت، سيركل لوب بيمر فيه نفس الكرنت والديامتر بتاعه 20 سنتيمتر. لما يديني الديامتر ما بشتغلش بالديامتر، بشتغل بالراديوس، يبقى الراديوس 2 سنتيمتر. وعايز نحسب له البي للسيركل لوب بكام؟ البي ميو ان اي على ايه؟ على 2 ار، الميو 4 باي في 10.7. لما السنويد بحوله لسيركل لوب او السيركل لوب بحوله لسنويد، لان بتفضل ثابته، يبقى لان 4000 الكرنت اللي فوق حسبناه 2.786 سنتيمتر على 2، والريدس بتاع السنويد كان، الريدس بتاع السنويد كان مديه لنا 10 سم، 10 سم في 10.2. يبقى جبنا البي خلاص بتاع السيركل لوب، جبنا البي بتاع السيركل لوب. اللي بعده هنا العكس بقى، سيركل لوب فردناه فبقى سولونويد، سيركل لوب فردناه فبقى سولونويد. بيانات السيركل لوب الديامتر 22 سنتيمتر، يعني الريديوس 11 سنتيمتر، نمبر اوف تيرن 49، الفلوس دي انت عند سنتر السيركل لوب كان 7 في 10.5 تسلا. عايز نحسب له الكرنت، البي ايكوال يو ان اي على 2 ار، البي جيفن 7 تايمز 10.5، اليو في الهواء 4 باي في 10.7، النمبر اوف تيرن 49، الاي مقبول على 2 الريديوس، الريديوس 11 سنتيمتر تايمز 10.2، كروس مالتيبليكيشن نحسب الاي يطلع 0.25 امبير. السيركل لوب فرجناه ستريتش فبقى سولينويد، اللينس بتاع السولينويد قال لي 11 سنتي، وعايز نجيب له البي على الاكس، البي ايكوال ميو ان اي على ال، الميو في الهواء 4 باي في 10.7، الان بتفضل ثابته 49، والاي 0.25 على ال 11 سنتيمتر في 10.2، يطلع البي على اكس سولينويد 1.4 تايمز 10 هو نيجاتيف 4 تسلا. يقول لي السيركل لوب الريدس بتاعه 10 سنتي، عدد التيرن 50، ماشي في كرنت 2 امبير، وعايز البي عند السنتر بتاعه، البي ايكوال ميو ان اي على 2 ار، الميو 4 باي في 10.7، النمبر اوف تيرن 50، والاي بي 2 على 2 الريديوس 10 سنتيمتر في 10.2. جبنا البي 6.28 تايم 10.4 تسلا. قال لي بعد كده حولناه لسولونويد طوله 100 سم، يبقى نجيب كام؟ البي ايكوال ميو ان اي على ال، الميو في الهواء 4 باي في 10.7، اللي بتفضل زي 160، وايه اللي سيم كارنت، الكارنت كان 2 في الحاله الاولى يبقى 2 في الحاله الثانيه، اللينس 100 سم يبقى تايم 10.2. يبقى جبنا البي في الحاله الجديده في حاله السولونويد. قال لي طب وهو السولونويد لو بدل ما نلف على الهواء لفيناه على ايرن كور، البرميبلتي بتاعته 0.02 ويبر على امبير متر، يبقى الفلاش دي ساعتها بكام؟ اقول له البي كان يو ان اي على ال، الميو الجديده بتاعت الايرن كور 0.02، النمبر اوف تيرن 50، الاي بي 2 على اللينس بتاع السولونويد 100 سنتي في 10.2، يطلع 2 تسلا، يطلع 2 تسلا. لما بغير الايرن كور، لما بغير الميديوم بتتغير البرميبلتي. السؤال اللي بعده داخل في شابتر 1، في الاول كان الكي اوبن، الكي كان اوبن، وعايز نحسب له البي بتاعت السنويد على الاكس، وداني اللينس السنويد 20 سنتيمتر، وان عدد التن 100، وان الريزيستنس واير السنويد
6 اوم. لما يكون الكيس ده اوبن يبقى الكارنت اللي خارج من الباتري هو ده هيخش كله على السولينويد. نحسب الكارنت اللي خارج من الباتري وداخل كله على السولينويد عشان الكيس كان اوبن. الار في الحاله دي هتبقى ب 6 اوم. الاي في بي على ار بلس ار. الفي بي 60 فولت والار هي بتاعت السولينويد 6 اوم. والار سمول بتاعت الباتري 2 يبقى الار الاي هنا 7.5 امبير. خلاص الكرنت كله داخل على السولينويد عندما الكي ده اوبن. الكرنت كله داخل على السولينويد يبقى دي كم يو ان اي على ان. الميو 4 باي تايم 27 الان ب 100 الاي 7.5 ولينس السولينويد 20 سنتي يبقى 20 تايم 10 1 2 يطلع دي 4.71 تايم 23 تسلا. ده في الحاله الاولى. طب لما يبقى كي كلوز، لما يبقى كي كلوز الكرنت اللي خارج من الباتري هيتجزأ ده اي 1 واي 2 اي 1 واي 2. نجيب في الاول الاي توتال اللي خارج من الباتري عشان اجيبها لازم اجيب الار ايكويفالنت. السترونويد 6 اوم وفي 3 اوم بارلل. ريزيستنس السترونويد 6 اوم جيفن وفينا ريزيستنس 3 اوم بارلل. التوتال بتاعهم البرودكت على الصام يبقى الار ايكويفالنت. البرودكت على الصام 6 تايم 3 على 6 بلس 3 يطلع 2 اوم. احسب الاي توتال في بي على الار ايكويفالنت بلس ار سمول. الفي بي ب 60 الار ايكويفالنت بقت ب 2 والار سمول ب 2 يبقى الاي كله 15 امبير. ده الاي اللي خارج من الباتري اللي هيتجزأ حبه هيخشوا في 3 اوم وحبه هيخشوا في 6 اوم. عايزين الكرنت اللي داخل في السولينويد يبقى الكرنت اللي داخل على السولينويد هيبقى هو الاي توتال في الريزيستنس البعيده اللي هي 3 اوم على 3 بلس 6 اللي هو قانون الكرنت ديفايدر. الكرنت ديفايدر الكرنت ديفايدر الاي بتاع السولينويد هيبقى الاي توتال 15 في الريزيستنس البعيده عن السولينويد اللي هي 3 اوم على 3 بلس 6 يبقى 5 امبير. يبقى السولينويد داخل له 5 امبير. تحسب دي على الاكس ميو ان اي على ال 4 الميو 4 باي تايم 27 والان ب 100 والاي دلوقتي بقى 5 على ان سنوي 20 سنتي تايم 22 يبقى جبت البي على اكس سنوي 3.14 تايم 10 ونيجي 3 تسلا. ده الفرق بس لما كان اوبن كان الكرنت اللي خارج من الباتري كله بيخش على السنوي. لما بقى كلوز الكرنت اللي خارج من الباتري بيتجزأ حبه في 3 اوم وحبه في 6 اوم. بنحسب الكرنت اللي في 6 اوم بقانون الكرنت ديفايدر بقانون الكرنت ديفايدر. بعدها يقول السولينويد طوله 50 سم عدد التيرنز بتاعته 100 تيرن ماشي في كرنت 2 امبير ماشي في كرنت 2 امبير وفي سيركل لوب عدد التيرنز بتاعته 20 تيرن الريد بتاعه 15 سم ماشي في كرنت 1 امبير عايز البيتوتا بتاعته. اما يبقى التو كرنت في السيم دايركت ولما يبقى التو كرنت في الاوبزيت دايركت. التو كرنت في السيم دايركت هو قايل لي ان هنا بلان بلان السيركل لوب. البلان بتاع السيركل لوب بيبقى بيربنديكا على السولينويد يعني بيربنديكا على السولينويد. فيبقى كده التو فلوكس هيبقوا على الاكس يا اما مع بعض يا اما عكس بعض. لو التو كرنت مع بعض يبقى التو فلوكس في اتجاه واحد يبقى دي توتال بلس البتوتال البي بتاع السولينويد بلس البي بتاع اللوب. البي بتاع السولينويد ميو ان اي على ان والسيركل لوب ميو ان اي على تو ار وكله ارقام جدا. اعوض احسب البي في الحاله دي لما بقى التو كارت في ستاند دايركت. طب ما يبقوا في الاوبس دايركت التو كارت في الاوبس دايركت يبقى البي توتال الماينس جوه ابسوليوت الماينس جوه ابسوليوت اعوض تطلع 4.19 تايم 10 ونجد 4 تسلا. اللي بعده كان جوز بيقول لي جيف ريزون الماجنتيك فلكس عند السنويد بيزيد لما بحط جواه ايرن كور. عشان الدرنابيلتي بتاعت الايرن كور كبيره عشان الدرنابيلتي بتاعت الايرن از جيفت ازاي بيبقى فيها. يبقى الاختيار دي الاختيار دي درنابيلتي الايرن كور 2 تايم 10 بونيجي 3 درنابيلتي الهواء 4 باي في 10 بونيجي 7 ده 10 بونيجي 3 وده 10 بونيجي 7 يبقى الايرن اكبر من الهواء. اللي بعده يقول لي قول لي البارامتر فاكتور اللي بيعتمد على الفلاش دنتي عند سنتر السيركل لوب. البي بتاع السيركل لوب يو ان اي على تو ار يبقى الان والاي والار. السولينويد يو ان اي على ال يبقى الان والاي والال الان والاي والال بارامتر يعني فاكتور. يقول لي هنا قارن ما بين السيركل لوب والسولينويد من ناحيه الرولينج المستخدمه.
السيركل لوب البيم يو ان اي على تو ار، السترونويد يو ان اي على ال. حيث ال هنا هي ال السترونويد، ال السترونويد، ال السترونويد. وات هابند لو بليشن ايرن رود انسايد السترونويد، ماشي في كرنت، لو حطيت ايرن كور جوه السترونويد اللي بيحصل من غير ما اقرا الاختيارات، الفلاكس دينسيتي هتزيد، الفلاكس دينسيتي هتزيد عشان البي دايركتلي مع النيو، يبقى الفلاكس دينسيتي هتزيد عشان البروبابيلتي دايركتلي مع النيو، يبقى الاختيار ايه؟ الاختيار ايه؟ الطلب اللي بعده بيقول لي لو دبلنج الكرنت اللي ماشي في السترونويد، لو عملنا دبلنج للكرنت اللي ماشي في السترونويد، لو الكرنت اللي ماشي في السترونويد خلناه بقى الدبل، لو الكرنت اللي ماشي في السترونويد خلناه بقى الدبل، لو الكرنت زاد مرتين، في الحاله دي الماجنتيك فلاكس دينسيتي هتزيد مرتين. ماجنتيك يو ان اي على ايه؟ يعني البي دايركتلي مع الاي، البي دايركتلي مع الاي، لما الاي يزيد مرتين يبقى في الحاله دي البي هتزيد مرتين، يعني الفلاكس دينسيتي از دبل. نمبر سي، نمبر سي بيقول لي سترونويد كاري كارنت، فكانت الفلاكس دينسيتي دي عند الاكس، لو احنا شديناه بحيث ان انت بتاعه زاد مرتين ايه اللي يحصل في الفلاكس دينسيتي؟ لو سترونويد شديناه فطوله زاد مرتين، يعني ال ده زاد مرتين، لينس سترونويد زاد مرتين، البي ايكوال يو ان اي على ال، البي انفرس مع ال، لو ال زاد مرتين يبقى البي هتقل النص، يبقى البي هتقل النص، يبقى الفلاكس دينسيتي الجديد هاف القديم، هاف القديم، يبقى هاف بي، يبقى هاف بي القديم، البي زاد مرتين يبقى البي ال للنص عشان دي وال ال انفرس. بيقول لي سترونويد، سترونويد قطعنا من طوله، لينس سترونويد قطع ربعه، مسكنا السترونويد ده وقصينا ربعه ورميناه في الشارع والباقي بصرناه بنفس الباتل، احنا خدنا البي كوم يو ان اي على ال، لما السترونويد ارمي ربعه هيتبقى الثلاث ارباع، يبقى لينس سترونويد الجديد ثلاث ارباع لينس سترونويد القديم، يبقى عدد التيرنش الجديده ثلاث ارباع التيرنش القديمه، يبقى لينس الواير الجديد بقى ثلاث ارباع لينس الواير القديم، يبقى ريزيستنس الجديده ثلاث ارباع ريزيستنس القديمه، الريزيستنس والكرنت عكس بعض، يبقى الكرنت الجديد 4 على 3 اي 1، لما السترويد اقص ربع وارميه يتبقى ثلاث ارباع، يبقى لينس السترويد الجديد ثلاث ارباع لينس القديم، عدد الترم الجديده ثلاث ارباع عدد الترم القديم، لينس الواير الجديد ثلاث ارباع لينس الواير القديم، ريزيستنس الجديده ثلاث ارباع ريزيستنس القديمه، الريزيستنس والكرنت عكس بعض، يبقى الاي 2 4 على 3 اي 1. خلاص نبدا نعوض اللي جبناه، البي ايكوال ميو ان اي على ال، ال ال بقت الثلاث ارباع والاي بقى 4 على 3 وال ال بقى 3 على 4، هاش توب 3 على 4 مع 3 على 4، هاش توب 3 على 4 فوق مع 3 على 4 تحت هيتبقى 4 على 3، يبقى البي الجديده بقت 4 على 3 البي القديمه، بقت البي الجديده 4 على 3 البي القديمه، البي الجديده بقت 4 على 3 البي القديمه. يقول لي هنا السولونويد النمبر اوف تيرن باليونت لينس كان ان سمول، النمبر اوف تيرن باليونت لينس كان ان سمول، قايل لي النمبر اوف تيرن باليونت لينس كان ان سمول، يعني ان على ال بين سمول، يقول لي يبقى الفايل كام؟ احنا خدنا الفلوكس لاين دي في اريا، البيم يو ان اي على ال والاريا باي ار سكوير، شيل ان على ال ديت هنشيل ان على ال واحط بدلها ان سمول، هو اللي قايل لي النمبر اوف تيرن باليونت لينس هو ان سمول، هشيل ان على ال واحط ان سمول وخلاص، يبقى بقى ميو شيلت ان على ال حطيت ان سمول والاي وبعدين باي ار سكوير، يبقى الفاي ميو ان اي باي ار سكوير هلاقيها اللي هي الاختيار سي. الثاني سؤال نمبر 5 بيقول لي ده سولونويد متوصل ببتري وسويتش وفي رمزان محطوط عليه قطعه من الحديد، طبعا قطعه الحديد لها وزن، فالمؤشر بتاع الميزان مدي قرايه، المؤشر كده مدي قرايه والكي ده كان لسه اوبن، والكي ده كان لسه اوبن، الرود محطوط على الميزان فالميزان مدي قرايه، في الاول بيقول لي البولز القريب من الميزان ايه، اما الكرنت يبقى ماشي في هذا الاتجاه هخلي الصم بتاعي في هذا الاتجاه، هخلي الصم بتاعي اليمين في هذا الاتجاه، هيبقى دوران صوابعي جوه التيرن هو الفلاكس، والفلاكس يمشي من اس يروح
بإيدي، هخلي الصمت بتاعي ماشي مع السهم، خلي الصمت مع سهم القلم، يبقى اللوتيشن بتاع طابعي على جوه، يبقى هي ديت الفلوكس، يبقى هي ديت اتجاه الفلوكس، يبقى الفلوكس كده ماشي من هنا ورايح على هنا، يبقى ده معناه ان دي اس ودي ان. البول قريب من الميزان ده ساوي، يبقى البول قريب من الميزان اول طرف ده ساوي، البول هنا كان ساوي، البول كان ساوي. يقول لي بعد كده لو انا كده بقى كروز، ايه اللي يحصل يا بيت الميزان؟ لما كده يبقى كلوز، يبقى يمر كارنت في السولينويد، لما يمر كارنت يبقى السولينويد ده مجني مغناطيس، قدامه حته حديده مغناطيس، قدامه حته حديده، المغناطيس هيعمل ايه في الحديده؟ هيجذبها، يبقى المغناطيس هيجذب الحديده، يبقى الحديده هتتشد ناحيه لفوق، هتتشد لفوق، يبقى هتخف عن الميزان، هتخف تقولها عن الميزان، يبقى لايه الميزان هتقل، يبقى لايه الميزان هتقل، يبقى اللي في الحاله دي هتقل عشان المغناطيس قدامه حديده هيجذبها، حتى لو ما طلعتش ولزقت فيه فهي هتتشد له برضه، هتخف من على الميزان، يبقى لايه الميزان هتقل. يقول لي لو عكسنا البول، لو عكسنا البول مش هيحصل تغيير، هي هي، لو الميزان في الحاله الجديده كان الاول، في الاول كان 7، في الحاله اللي بعدها كان 5، يبقى لما اعكس بول الباتر هيفضل 5، هيفضل 5، هتلاقي هنا الاجابه ما كانتش مظبوطه قوي، الاجابه كنت على حسب انت بتجاوب بالنسبه لاول حاله ولا ثاني حاله. بالنسبه لاول حاله، بالنسبه لاول حاله لما الكي كان اوبن وعكسنا بول الباتر وعملنا كروز، قال الاقيها هتقل عن الاول، هتقل عن الاول وهو اوبن، لكن لو بتعملها الحاله الثانيه وهو كروز وعكست بول الباتري، يبقى الاريا في الحالتين مش هتتغير، يبقى الانسر مش هيتغير، يبقى الانسر دازنت تشينج، يبقى الانسر دازنت تشينج. كانت 7 وبعدين لما قفلت الكي ارى 5، لما عكست بول الباتري هتفضل 5، لو انت الخمسه دي الاخيره قارنتها بال7 في الاول يبقى هتقل، لكن لو الخمسه قارنتها بال5 في الحاله الثانيه يبقى مش هتتغير. يبقى على حسب انت قريت السؤال ازاي، على حسب انت قريت او فهمت السؤال ازاي. يبقى لو كان 7 في الاول وصلنا الكرنت فبقى ماجنت جذبه، فالميزان اقرب بدل ما هو 7 اقرب 5، يبقى كده في نمبر بي القرايه قلت. طب لو عكسنا الباتري هتفضل الخمسه زي ما هي 5، يبقى بالنسبه لل7 قلت، لكن بالنسبه لل5 اللي في نمبر بي ما قلتش. فعلى حسب انت شفت السؤال ازاي، ماشي هنعتبرها بالنسبه للحاله دي يبقى دازنت تشينج، بس هي هنا محلوله على اساس الحاله الاولى ان كانت 7 واصبحت 5، على حسب انت شايف السؤال ازاي. هتقول لي في امتحان اخر السنه ممكن يجي اللبس ده، اه بيحصل، بيجي اللبس ده وبيحصل اختلافات وبيحصل لخبطه، وارد ان بيحصل كده اخر السنه، ويبقى على حسب الراجل كان شايفها ازاي والطالب شافها ازاي، وبيحصل ظلم كتير قوي في هذا الموضوع، فوارد ان يحصل كده اخر السنه. بضحكت عليك واقول لك لا مش هيحصل، ده بيحصل، الراجل يبقى شايفها بزاويه معينه وانت شايفها من ناحيه اخرى، فبيحصل لخبطه بهذا الشكل، بس بيحصل. يقول لي بعد كده ايه اللي يحصل؟ لو حطينا قطعه من الايرون، حطينا قطعه بيقول لي هنا هو ايه اللي يحصل؟ الالات الميزان لو قطعه سوفت ايرون استبدلتها بكبر، لو الايرون استبدلته بكبر، الايرون استبدلته بكبر، النيو بتاع الكبر اقل من النيو بتاع الايرون، عرفنا منين؟ انا بقول لك هو اخر السنه المبيلتي بتاعت الايرن اكبر من المبيلتي في الدنيا، اكبر بالمبيلتي في الدنيا، يبقى اي حاجه ثانيه اقل، يبقى النيو بتاع الكبر اقل من النيو بتاع الايرن، يبقى البي في حاله الكبر اقل من البي بتاعت الايرن، يبقى المجد في حاله هيضعف عن الاول، المجد هيصبح اضعف، يبقى شده هيضعف، شده هيضعف عن الحاله الاولى لما كان، اما كان ايرن، يبقى في الحاله دي الشد هيضعف، يبقى الثقل على المدير هيزيد، يبقى القرايه هتزيد، يبقى القرايه هتزيد. القرايه هتزيد بالنسبه لما كان ايرن، يعني لما كان ايرن ولما كان كبر. لما كان ايرن كانت القرايه قليله، كان 5، لما بقى كبر بقت القرايه 6. بيقول لي ايه اللي يحصل؟ لو بدأت شلنا الايرن كور ده وحطينا ماجنت، حطينا هنا ماجنت اس، حطينا هنا ماجنت اس، هيبقى هنا اس وهنا اس، اس واس هيحصل يبقى اس واس هيحصل يبقى، يبقى الماجنت المحطوط على البالانس هيحاول يبعد، فهيضغط على قاعده الميزان،
هيضغط على الكفه يبقى ده يهديه، يبقى ده يهديه. لو السولينويد اس والماجنت اللي محطوط على المجال اس هيحصل ريفرسال، يبقى الماجنت هيحاول يهرب، هيضغط على قاعده الميزان، هيضغط على قاعده الميزان يبقى القاعده هيتضغط عليها، يبقى القرايه هدي، يبقى القرايه هدي، يبقى في الحاله دي القرايه هدي، يبقى القرايه هدي، القرايه هدي، ما يحصل ريفرسال فالقرايه هدي. اللي بعده يقول لي هنا رينج، ما دام رينج يبقى الان بواحد، يبقى عندنا هنا اثنين سيركل لوب، اثنين سيركل رينج، اثنين سيركل رينج، ما دام رينج يبقى ان 1 قد ان 2 يعني ب 1 كيلو. قال لي عشان يبقى الفي توتال في الويست بشيفت، هو التو كارنت عكس بعض يعني الفي توتال ده ماينس، عشان يبقى الفي توتال بشيفت يبقى الاي اللي جوه كام مره الاي اللي بره، الاي اللي جوه كام مره الاي اللي بره. نيترال بوينت يبقى الفي 1 قد الفي 2، يو ان اي على 2 ار، يو ان اي على 2 ار، هنا الريديوس دي وفي اللي بره الريديوس 2 دي، هنا الريديوس دي وفي السلك اللي بره الريديوس 2 دي، هنا دي وهنا 2 دي، هشطب ال 2 دي مع ال 2 دي وهشطب اليو ال ان مع اليو ال ان، هيتبقى لي اي 1 ايكوال هاف اي 2، اي 1 ايكوال هاف اي 2، يبقى لازم الكرنت جوه يبقى هاف اللي بره، الكرنت في السيركل اللي جوه يبقى هاف الكرنت اللي في السيركل اللي بره. اللي بعده جاي مجموعه اشكال كل واحد بتاع ايه، انا ده كده الفاهمين عكس بعض، ما عندناش في المنهج حاجه زي كده، ده بتاع سيركل لوب، ده بتاع ستريت واير، ده بتاع ستريت واير، ده بتاع ستريت واير، ده جوه سولينويد، ده جوه سولينويد، ده بتوين تو اللايك بول، وده بتاع سيركل لوب. ايه ده مش بتاع حد، ايه دوت مش بتاع حد، ده بتاع ستريت واير، ده جوه سولينويد او بتاع خاص بسولينويد، ده تو اللايك بول ماجنت، اثنين ماجنت البول بتاعتهم قصاد بعض، ودوت سيركل لوب. بناء على كده نلاقي الاختيارات بتوين تو اللايك ماجنتيك بول اوف ديفرنت ماجنت، يبقى اللي هو دي دي دي، ده ما ادور على دي هلاقيها في ايه، هلاقيها في ايه، يبقى دي اهي اللي هي في ايه، دي اللي هي في ايه، يبقى ايه حوالين الستريت واير، الستريت واير يبقى هي دي، هدور كده هنا على بي، هدور على دي اهي، دي اهي، دي اهي اللي هي الاختيار سي، دي اهي اللي هي الاختيار سي، اللي هي الاختيار سي. بعد كده هو سيركل لوب، ده كده سيركل لوب اهو اللي هو الاختيار ايه، سيركل لوب اللي هو الاختيار ايه، هدور هنا كده على ايه، هدور على ايه هلاقيها في دي، يبقى الاختيار دي. بعد كده هو سولينويد، جوه السولينويد اللي هو ده اللي هو سي، اللي هو سي، هدور هنا تحت كده على جي اشوفها في ايه، هدور كده على سي، هدور على سي الاقي سي اهي اللي هي الاختيار دي، سي اهي الاختيار دي اللي هو الاختيار دي. اللي بعده عندنا سنويد بالشكل ده، لما بقفل الكي هيمر كارنت في الاتجاه ده، هيمر كارنت في الاتجاه ده، يبقى اتجاه الفلوكس عامل ازاي، اتجاه الفلوكس عامل ازاي اهي، خلي صباعك الصنب على الكارنت، دوران ايدك جوه يبقى هو ده اتجاه الفلوكس، يبقى الفلوكس ما جوه ماشي كده، جوه الفلوكس ماشي كده، جوه الفلوكس هيبقى ماشي كده ناحيه الليفت، ناحيه الليفت، وبعدين بره هيبقى ناحيه الرايت، بره كده هيبقى ناحيه الرايت، يبقى هنا جوه اهو جوه ماشي ناحيه الليفت، جوه ماشي ناحيه الليفت، وبره هو متجه ناحيه الرايت. يبقى نجاوبها بقى معلش عشان كان في غلطه في الاجابات، عندي نقطه كي، عندي نقطه كي، عندي نقطه كي هنا اهو، كي هنا اهو، كي هنا اهو، يبقى ماشي ناحيه الليفت، يبقى ماشي ناحيه الليفت، يبقى كي ماشي ناحيه الليفت. بعد كده عندي نقطه ام، عندي نقطه ام اللي هي هنا برضه ناحيه الليفت، الاجابه دي غلط، الاجابه دي غلط، هي الليفت برضه، برضه ليفت. وبعدين هنا عندي ايه اللي رايت، وعندي ايه اللي رايت، ايه اللي رايت وايه اللي رايت، يبقى في الاجابات ديت الام كانت اجابتها غلط، هي ليفت، الام هنا رايحين ناحيه الليفت، احنا جايين اهو كده، اهو جايين كده 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 كده، وداخلين داخلين داخلين على هنا، جايين كده وبعدين داخلين على جوه، داخلين على جوه، داخلين على جوه، يبقى عندي نوت ام كنا داخلين على جوه، يبقى عند نقطة ام كنا لفت، كنا لفت عند ام كانت لفت. سؤال بيقول لي عندنا سنويد طوله ام،
والتين بتاعته ان وماشي في كارنت اي متوصل الباتري دي بي. بيقول ايه اللي يحصل؟ للفلوس جنسي لو ايه اللي يحصل؟ لو حطينا سوفت ايرن سلندر، حطينا سوفت ايرن سلندر قلنا الفلوس جنسي هتزيد. سؤال مكرر، الفلوس جنسي هتزيد، الفلوس جنسي هتزيد. بيقول لي لو السيبريشن بتوين ايتش تو تيرني از ريدوس تو هاف، لو المسافه بين كل اتنين تيرني قلت النورم، يبقى كده اللينس بتاعته ده هيقل النورم. البي انفرس مع الايه، يبقى الايه اللي قلت النص يبقى دي زادت الدبل، يبقى دي كده زادت الدبل، البي زادت الدبل، يبقى البي زادت الدبل. يقول لي بعد كده لو نص سنويد لميناه والباقي وصلناه بالباتري، نص سنويد لميناه يبقى لينس سنويد قل النص، يبقى التنز قلت النص، يبقى لينس الواير قل النص، يبقى ريزيستنس قلت النص، يبقى الكرنت زادت الدبل. عوض البي كون يو ناي على ايه؟ الان قلت النص والاي زادت الدبل والال سنويد قل النص، قشط بهاف مع هاف هيتبقى 2، يبقى هنا الفلوكسنتي از دبل، يبقى هنا الفلوكسنتي از دبل. خلاص ده كده نهايه الواجب. شكرا وتشوفكم على خير ان شاء الله في حصه يوم السبت قبل رمضان.